السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو مرشحات كيمياء ثالث متوسط، تعاريف كتبت متنوعة مهمة جدا، أو كتبت فراغات وكشوفات، هاي الكشوفات والفراغات هذه، صراحة أمشي الفيديو على الكيفي، ورسوم رسومات مادة الكيمياء بعد الحذف، هذني كلهن الرسومات إن شاء الله ننزلكم شنو المهم بالرسومات. فخلينا نمشي الفيديو على كيف. أول مرة التعاريف، هذه التعاريف، هذه مبدأ أوف باو، قاعدة هوند، رمز لويس، نصف القطر، طاقة التأين، الفة الإلكترونية، الكهرة السلبية، مستويات الطاقة الثانوي والسحابة الإلكترونية والتميق وجبس باريس أو أطفاء الجير، تفاعل الثرميت وبرونز الألمنيوم والديرولومين، الشب يعني شرب البوتاسيوم والمحلول، طبعا كل الفصول هذا، المحلول والمحلول المشبع والفوق المشبع والغير المشبع والمحلول الإلكتروليتي الضعيف، قابلية الذوبان والمحلول المركز والمخفف. هذه التعاريف، خلينا نعيد خاف ما لحقتوا، يلا عيني اخذوا لها صورة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا هذا الفصل الأول، شوفوا مبدأ أوف باو الفصل الأول، قاعدة هوند، رمز لويس، نصف القطر، طاقة التأيب، الفة الإلكترونية، الكهرة السلبية، مستويات الطاقة الثانوي، السحابة الإلكترونية، هذا الفصل الأول. نجي على الفصل الثاني، التميب، جبس باريس، أطفاء الجير، تفاعل الثرميت، برونز الألمنيوم، الديرو، شب البوتاس، هذا الفصل الثاني. يلا اخذوا له صورة. الفصل الرابع، المحلول، المحلول المشبع، فوق المشبع، غير المشبع، الإلكتروليت الضعيف، قابلية الذوبان، محلول المركز المخفف. يلا هسه خلصنا التعاريف، يلا ماشي. الكشوفات 10 درجات مضمونة 100%، عددهم 7 فقط. يتم الكشف عن أيون الصوديوم، يتم الكشف عن أيون الألمنيوم. طبعا هذه ما تكتبه لكن بس للفهم، هذا الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون، هذا بدون معادلة. الكشف عن غاز الأمونيا، الكشف عن أيون الكبريتات في محاللها المائية، الكشف عن غاز كبريتيت الهيدروجين H2S، هذه الكشوفات مهمة. خلينا نعيد الكشوفات حتى أخذوا لهم صور. هذه الفراغات، باع شوف الفراغات، ما راح اقراها هوايه. شوف هسه بين الاقواس يعني شنو فراغات، تقول لك يتالف الجدول الدوري من فراغ يعني 7 دورات و 8 زمر هيجي. هاي الفراغات،
هاي الرسومات، رسومات كلهن ذني. البارحة نزلت الرسومات لكن ضفتهن، وحتى نزل لكم أهم الرسم المرشح. بس ركزوا على الفراغات ياتي، هاي الفراغات.